الخطأ في مكان ممتاز. خمس دقائق، هل نرى أول أهداف اللقاء؟ دريغوري، الله يا سلام على أول أهداف المباراة. دريغوري يسجل أول أهداف المباراة لمصلحة السالية، ثاني أهداف هذا الموسم بخطأ، وضعها بصورة ممتازة. سعود يراغب، يتابع الخاطر، يرى هذه الكرة الماضية، لا حول له ولا قوة، لأنها كانت قوية موجهة في الأولى في الجهة اليمنى لمصلحة الريان. الله، جول يأتي عن طريق سيباستيان سوريا، يسجل بطريقة ممتازة، بطريقة جميلة، عرضية حسام السيد لعبها إلى سيباستيان سوريا الرهيب. الأسد يسأر هذه الكرة بهذه الطريقة، بهذه الله 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 بالكعب، تولي يمرر تباتا خطيرة، سجل الرهيب عن طريق البديل عبد الرزاق الحمد الله، يسجل الهدف الثاني لمصلحة الريان بهذه الطريقة. الله على محسن متولي، عمل كل شيء، مرر تباتا الحمد الله عن طريق تيمور في الجهة اليمنى مع نادير، بالفعل تصل إلى نادير، العرضية الآن خطيرة، الله يا هو جول، يا هو هدف، يا هي مرتدة مثالية من السالية، يسجل محمد مسلم المري الهدف الثاني لمصلحة السالية، قاد الهجمة، مرر إلى تيمور ناحية نادير، ولا الله.